ريتيل كويس اني جيتي والنبي خرجيني من هنا. تعالي بس تعالي هقول لك على حاجه. جبريه خدتها النيابه وعبد الحكيم راح معاها وحسن ما اعرفش ايه اللي جرى له اليومين دول ومروان مش هنا. يعني ايه؟ عايزه اعرف هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ بقول لك خرجيني من هنا. يا زينب يا زينب انا لو خرجتك من هنا هيعرفوا يا حبيبتي ان انا اللي عملت كده ما انا لوحدي في البيت. بنتي ريتيل فيكي ايه مالك؟ انا لقيت حاجه عندي في الاوضه. حاجه ايه؟ تعالي في ايه حاجه ايه ما تنطقي؟ تعالي بس هوريكي. تعالي اقفل الباب. انا لقيت الشنطه دي فوق الدولاب. شنطه ايه دي؟ حسن تقريبا حطها. ودي جابها منين؟ معرفش شكله كان مرعوب وخايف وتقريبا حطها وطلع على طول. يبقى اكيد سرقها طبعا. هيسرقها من مين؟ هيكون من مين يعني يا هبله؟ من ابوه. صدقي ممكن. طب هتعملي ايه؟ مش عارفة. خديها. اخدها؟ طب ولما يرجع ويسأل عليها؟ مش هيقدر يسأل ولا يفتح بقه بنص كلمة، علشان هو لو سأل هيتعرف ان هو سرقها. صدقي صح. تاخدي الشنطة توديها لأمك. اوديها لأمي؟ طب وانتي؟ أنا هروح الأوضة وتقفلي عليا تاني زي ما كنت. خاف عليك يا زينب. ما تخافيش يلا.